من الأول. حسيب لا رغم الظروف المناخيه اللي كتعيشها مازال متشدده بالنضال بالحلقيات باش تسمع المستجدات ديال اللقاء التواصلي اللي كان البارح بالليل مع اللجان اللي فرزوهم جميع النقاط. حنا درك كنستناو المستجد رغم الظروف القاسيه مازال صامدين كنستناو اللجنه ديالنا تجيب لنا المستجدات. ما بين المخزن يا ما وصلنا القرار. لا ما بغاش هذه الساعه. لا شو كان ما بين المخزن يا ما وصلنا القرار. I'm going to go to the hospital.